عاهدت الله تعالى منذ سنوات ألا أدخل المآتم سواء لقريب أو لبعيد إلا بعد 10 أيام، والسبب هو ما يحصل في هذه المآتم من أفعال جاهلية، منها لطم الخدود والصراخ الذي يسمع من مسافة بعيدة، ومنها تعدد محاسن الميت وما إلى ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. وقد حاولت أن أنكر ما أرى أثناء حضوري فلم أستطع لفظاعة الموقف ارتفاع الأصوات وأكثرهن لسنا على استعداد لسماع أي نصيحة مني أو من غيري، وهم يعلمون جيدا موقف الإسلام من هذه المنكرات. وأنا اخترت التعزية بعد 10 أيام من الوفاة لأن الوضع يهدأ قليلا وتزول نوعا ما بعض هذه المنكرات. والمهم أني استمريت على الوفاء بالعهد لمدة 8 سنوات، ولم أكن أبالي بغضب أحد من أهل الميت بسبب عدم المواساة في الحال. ثم وللأسف الشديد جدا توفيت جدتي، فذهبت في اليوم الثاني من وفاتها خوفا من غضب والدتي. ثم بعدها بدأت أذهب دون اليوم العاشر في أكثر من حالة وفاة، ومنذ هذا النقل وأنا أشعر بنقص في إيماني، وخاصة عندما أمر بآية بخصوص نقض العهود أو الوفاء بها. وأسئلتي هي: ماذا علي في نقض للعهد ول4 مرات إلى الآن؟ هل علي كفارة يمين عن كل مرة أم كفارة واحدة عن الجميع أم ماذا؟ وثانيا، هل بإمكاني أن أتحقق حلل من هذا العهد وأذهب دون 10 أيام؟ وهل يلزمني شيء لأخرج من هذا العهد؟ الرجاء توضيح الإجابة. بارك الله فيكم وجزاكم عني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا شك أن إقامة المآتم على الأموات من البدع المحدثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تحذر من البدع، ومنها إقامة المآتم على الأموات. فإن الواجب في المصائب بفقد الأقارب وموت الأنفس صبر والاحتساب. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما إذا صاحب هذه المآتم أعمال جاهلية كما جاء في السؤال من النياحة ولطم الخدود شق الجيوب، فهذه كبائر محرمات لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها. فالواجب على من ابتلي بهذه البدع أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتركها، ويجب على العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يحذروا من هذه البدع. وأما ما جاء في السؤال من أن السائلة عاهدت الله لا تحضرها، فهذا يدل على خير، ويدل على أن هذه السائلة وفقها الله، عندها شعور باتباع السنة والابتعاد عن البدع، فواجب عليها أن تتجنبها وأن لا تحضرها ولو لم تعاهد الله، لأنها منكرات. فإذا لم تستطع منعها فإنها لا يجوز لها حضوره والمشاركة فيها. ولا تخشى في الله لومة لائم، لا الوالدين ولا غيرهم. فالواجب أن تجتنب هذه المآتم وأن لا تحضرها مطلقا إلا على سبيل الإنكار إذا كان ذلك يؤثر في إزالتها. وأما ما جرى منها من مخالفة أنها عاهدت ألا تحضرها ونقضت هذا العهد، فهي فعلت محرما بحضور هذه المآتم، وأيضا حنثت في هذا اليمين، فتلزمها كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، وتكفيها كفارة واحدة عن عدة المرات التي حضرت هذه المآتم فيها، لأنها أيمان، لأن اليمين حل بالمرة الأولى تلزمها بها الكفارة. فالواجب كما ذكرنا النهي عن هذه البدعة وتجنبها، وإذا أصروا على فعلها فإنه لا يجوز حضورها ولو سخط في ذلك من سخط من الوالدين أو غيرهم، فإن هذا منكر ولا يجوز طاعة الوالدين فيه. طاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف، فالواجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. لا
كونها لم تصبر عن المشاركة في تلك المنكرات كما قالت وأخلت بالعهد 4 مرات، ما هو موقف المسلم حينئذ شيخ صالح؟ أخطأت في هذا خطأ كبير. الواجب عليها كما ذكرنا تجنب هذه البدع ولو لم تحلف، فإذا حلفت تأكد عليها ذلك، فإن خالفت فهي فعلت محرما تأثم عليه